أعتقد بأن هناك معارضة تطالب بالمادة 102. المعارضة 102 تجاوزها الزمن. المعارضة 102 وهي فكرة الشغور. وفي فكرة الشغور هذه فيها مخاطر. لأن في مرحلة الشغور معناه لا يمكن تعيين حكومة جديدة. وبأننا سنذهب إلى انتخابات بنفس الآليات الموجودة الحكومة الحالية. وهذا المعارضة لا تطالب به. المعارضة تطالب بإلغاء الانتخابات. وما نقدروش نطيحوا في الفخ تاع المادة 102. هذه لو كان داروها منذ عام أو عامين، لما كان رئيس ما يخاطب الشعب تاعه لمدة 6 سنوات، ويجيونا بعض الأشخاص يقراوا لنا براوات ويقول لنا وعي الفلاني وفلتاني، ومانيش عارفين شكون اللي يسير البلاد، حتى أنها دخلت الناس ليس لديهم أي علاقة بمؤسسات الدولة في إصدار القرار السياسي والاقتصادي والمالي للجزائر. على هذه نقول باللي المعارضة لا تطالب بتطبيق المادة 202، المعارضة تطالب بإلغاء الانتخابات وتطالب بمرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية تكون فيها حكومة وحدة وطنية يشاركوا فيها الناس اللي عندهم مصداقية بالتشاور مع النظام ومع المعارضة ومع الحراك السلمي. هذه هي اللي يكون الناس عندهم فيها الثقة باش تدير انتخابات وما تزورش الإرادة تاعهم. هذا هو مطلب المعارضة، وإن شاء الله يستجبوا له، لأن النظام ما يكلف والو. وهذه الحكاية تاع خليونا 6 شهور وخليونا عام ونديروا إصلاحات، هذه أكبر أكذوبة وأكبر عبث.